دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي من ضمنها احتفالية هيئة قناة السويس بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة إيفر جيفن، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم الفني في بني سويف، وأخبار تانية مهمة من الغربية وأسوان وكمان اسكندرية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأها من الإسماعيلية وتنظيم هيئة قناة السويس احتفالية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة البنامية إيفر جيفن بعد واقعة جنوحها في مارس السنة اللي فاتت. وعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤتمر صحفي أعلن فيه عن بعض نتائج مشروع توسعة وتعميق المجرى في المنطقة الجنوبية. في الغربية تم امبارح افتتاح مؤسسة الفلك لأطفال متلازمة داون بحضور قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية. وتم تدشينه كمشروع متكامل بيستهدف احتواء وتعليم وتنمية مهارات فئة متميزة من ذوي الهمم. في بني سويف افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض منتجات مدارس التعليم الفني اللي أقامته مديرية التربية والتعليم في إطار فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي. امبارح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استقبل سفير سنغافورة بمصر دومينيك جو خلال زيارته للمحافظة، وده في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولي أو المحلي لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية اللي بتتمتع بيها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. كمان امبارح أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه تم إضافة 13 منفذ جديد لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وده في أحياء منتزه ثاني وشرق وغرب ووسط، وبكده يكون إجمالي عدد المنافذ اللي تحت إشراف مديرية الزراعة في المحافظة 54 منفذ ثابت ومتحرك.